جان هاك تشوف سوق فارغ بسنسة تلقى حنوت فارغة ناس كل تجبد لي ناس كل واحد يجبد لي كل واحد يجبد لي لا خلونا نحن نخدمه لا خلونا نتكلموا لا خلونا تجي تتكلم تلقاهم هما الوالة علي سيبونا خلينا نعيش ونحن كيفكم انتم توانسة ونحن مش توانسة ما تحبوكش تحبوا رواحكم برد تيماكم لميتوا لميتوا سيبوا لغيركم خليه ياكل غيركم كنت تحبوا تاكلوا كانوا انتم نمروا بها تجار فما ناس سكرت حوانتها فهمتني فما ناس كيما تجي كيما تروح فماش خدمه جم يعني الاقتصاد جمله ما فماش خدمه بالكل فما ناس تضرت الناس ولات بالرسمي في امس الحاجه الناس جاعت بالحق وين العباد اللي تخدم باش تجي تعرس سياحه ما فماش ماني القسمه على الله وكا القسمه على الله ضريتونا في كل شيء وليد عم في كل شيء في صحتنا وفي مالنا وحتى في صغيراتنا قاعدين تلعبونا على قوتنا في صغيرات انا على فكره رد الفعل تاع البوسه الى حد الان جيد لكن ما يمكن انجازه في اشهر قليله هو الجانب المالي هو ان يكون لدينا رؤيه كيف ستتصرف الدولة أمام نفقاتها قبل نهاية سنة 2021 كيف ستتصرف وما هي الإمكانيات التي ستكون متوفرة للدولة في سنة 2022 حتى يكون لدينا الوقت في الشروع في عملية الإنقاذ الاقتصادي الحقيقي طبعا يعني وضعنا قبل 25 جويلية من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية كان في أسوأ حالاته كان سيء جدا طبعا وإصلاح هذا الوضع لن يتم في أشهر قليلة